فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تخلق الجنين قبل 80 وسقط، فهل يعتبر الدم الخارج هو دم نفاس أم فساد؟ إذا سقط قبل 80 يوم ما فهو فساد، لأنه ما دخل دور النطفة، لا ما دخل دور المضغة، لا يزال منيا. نعم، فهي تعتبر هذا نزيف وتصلي. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.